بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. معكم أساس برو دكتورة موسى حسن. اليوم راح ندخل بمجموعة جديدة أو مملكة جديدة، هي مملكة الفطريات الحقيقية الإيو مايكوتا. احنا اذكركم اخذنا مملكتين، المملكة الاولى هي البروتوزوا اللي ضمت لنا مجموعة من الفطريات سميناها ب اشباه الفطريات او شبيهة او كائنات شبيهة بالفطريات، اللي هي المايكسو مايكوتا والبلازمو دايفورا مايكوتا، وأن المملكة الأخرى هي سترامنوبيلا أو البروتوزوا اللي أخذت من عندها، عفوا سترامنوبيلا أو الكروموستا اللي أخذت من عندها شعبة الفطريات البيضية الأوو مايكوتا. اليوم راح ناخذ الفطريات الكتريدية اللي هي تعتبر أول فايلم من ضمن مملكة الفطريات الحقيقية الإيومايكوتا. هاي المجموعة أو هاي الفايلة بنسميها الكتريدو مايكوتا. مميزات هاي هذا الفايلة أو هاي الشعبة إنه تضم أو بالنسبة للسبورز أو الأبواق تحتوي على نوع من الأصوات نسميه الواي بلاش تايب أو من النوع القرباجي إحنا نعرفه، لكنه الشيء الغريب هنا أنه السبور يحتوي على صوت واحد وهذا الصوت من النوع الخلفي، يعني واي بلاش تايب واتجاه يكون إلى الخلف. بالنسبة للمعيشة مالتها، المعيشة تتدرج بين مائية إلى بعضها ممكن يكون يعيش على سطح التراب الرطبة، وبعضها ممكن يكون باراسايت on algae surface سطح الطحالب، وبعضها صغير لا يرى بالعين المجردة. إذا نستنتج هنا أنه معيشتها متنوعة. بالنسبة إلى الثالث أو جسم الفطر، الشكل الشائع هنا أنه أغلبها تكون بهيئة خلية واحدة unicellular. هاي الخلية أما تكون كروية أو بيضوية متعددة الأنوية، لكن الشيء الغريب أنه هنا تكون تحتوي على رايزويد أو أشباه جذور، وقد تكون بدونها لكنه أغلبها تكون تحتوي على رايزويد أو أشباه جذور. البعض منها قد يكون بهيئة خيط فطري بسيط، لكنه يبقى هذا الخيط الفطري أسيبتايت أو بشكل سينوسايتك مدمج خلوي، أي يكون غير مقسم لا يحتوي على جذور تقسم أو تفصل بين الأنوية الموجودة داخل الخيط الواحد. يعني بما معناه انه جسم الفطر هنا كاملا طلاب يحتوي او يتكون من خلية واحدة، هاي الخلية الواحدة قادرة على القيام بجميع الفعاليات الحيوية ككائن متكامل، وهذه الخلية الواحدة قد تكون ذات اشباه جذور او قد تكون بدونها. بالنسبة للريبرودكشن عندنا الاسكشوال مثل ما قلت لكم سبورات متحركة، هاي السبورات تتحرك بواسطة واي بلاش تايب فلاجيلا، صوت واحد من النوع القرباجي، خلفي الحركة أو خلفي الاتجاه. احنا يعني تعودنا في المجاميع اللي أخذناها سابقا أنه السبورز تكون متحركة بواسطة صوتين، مثلا عندنا الفطريات اللي أخذناها ضمن مملكة البروتوزوا كانت السبورز متحركة بواسطة صوتين، الصوتين متماثلة في الشكل اثنيناتهم واي بلاش. وبمملكة السترامنوبيلا كانت السبورز أيضا متحركة بواسطة صوتين، ولكن أحدهما تنسايل والآخر واي بلاش. هنا راح يكون عندنا صوت واحد يتجه إلى الخلف ومن النوع الواي بلاش. أما بالنسبة للسكتوال ريبرودكشن فيحصل بطريقتين، الأيزوغاميت والأنأيزوغاميت.
طبعا هاي الطرق انتو ماخذيها بالتفصيل في بداية المحاضرات، تلقوها في طرق التكاثر الجنسي بالفطريات، لكن هنا حبيت اخلي لكم فد رسم توضيحي بس حتى تستذكرون المادة. هذا النوع الايزوغامي، الايزوغامي الايزوغامي طلاب انه المشيجين الميل والفيميل اثنيناتهم يكونون متشابهين تماما في الحركة، يعني اثنيناتهم يكونون متحركة واثنيناتهم يكون شكلهم واحد، شكل وحجم واحد، يعني متشابهة بالشكل والحجم والحركة، لكن هنا طبعا الاختلاف بالجينوتايب المادة الوراثية، فأحدهما تشوفون هنا واحد ماينس والآخر بلس، يعني واحد ميل والآخر فيميل. بالنسبة للهيتيرو، الهيتيروغامي أو الأن أيزوغامي هو نفسه، هنا أيضا الجميت اثنيناتهم تكون متحركة، تشوفون هنا الأصوات موجودة، اثنيناتهم متحركة، لكنه وين يختلفون؟ يختلفون بالشكل والحجم، تنشوف الميل والفيميل مختلفة بالشكل والحجم، يعني different size. وإذا هنا تحبون تطلعون على الأوغامي اللي أخذناه ضمن مجموعة الأوغو مايكوتا فطريات البيضية، إنه يكون هنا different mortality، إنه الحركة مختلفة، يعني هنا واحد من أنتم اللي هو البيضي أو الخاص بالفيميل يكون كبير الحجم وساكن، بينما السبير بيكون صغير الحجم ومتحرك. فهاي المجموعة تكون عندنا الأصوات أو النوع التكاثر السكشوال، أما أيزوغامي أو أن أيزوغامي. بالنسبة للكلاس اللي هو الكتريدومايسيز أو صنف الفطريات الكتريدية، هذا الصنف يحتوي على ثلاث رتب أساسية، هي البلاستوكلاديالات والمونوبيلي إفراديالات والكتريديالات. راح أركز لكم بالشرح على فقط على رتبة الكتريديالس، لأنه هاي المجموعة أهم من الرتبتين الأخرى، تحتوي على فطريات مهمة جدا اقتصاديا، سبب خسائر جسيمة على بعض النباتات الاقتصادية بسبب إصابتها ببعض الفطريات. بالنسبة للمعيشة في هذه الرتبة تدرج بين مائية، في حال إذا كانت مائية فتكون أما سابروفايتك على البقايا النباتية والحيوانية، أو تكون باراسايت في حالة كونها باراسايت فراح تكون داخل خلايا العائل، هذا العائل أما يكون طحالب أو حيوانات مائية، والبعض منها يعيش بالتراب الرطبة يتطفل على المواد النباتية والحيوانية، وأكو بعض آخر من عندها أيضا يهاجم الأجزاء الأرضية والهوائية لبعض النباتات الراقية. طبعا عندها قدرة عالية على تحليل الرمية، منها عندها قدرة عالية على تفسيخ أو تحليل الكاتين والكراتين. بالنسبة للفيتامينات احنا نعرف أنه أغلب الفطريات قادرة على بناء الفيتامينز. أجسام أو تراكيب الفطريات بهاي المجموعة أو هاي الأوردر الرتبة، يعني غالبيتها تكون من النوع البسيط، مثلا عندنا جنس الأوليبيديوم والسانكتيريوم. جسم الفطر مثل ما قلت لكم يكون يونيسيلولار، يتكون من خلية واحدة، وهاي الخلية الواحدة تكون عبارة عن شكل كيسي أو اسطواني، وأحيانا حتى تكون غير منتظمة، تكون محاطة من الخارج بجدار ما بها إشباه جذور، يعني مجرد خلية واحدة تدخل داخل خلايا العائل وتبقى تستقر في داخل بروتوبلاست العائل، يعني إندوباراسايت، تطفل داخلي، والمحتويات السيتوبلازمية بالكامل بعدين، يعني لما يتكامل شكل الخلية وتكمل طورها الخضري تبدي كاملة تتحول إلى حافظة أو سبورات متحركة، يعني الطور الخضري بالكامل يتحول إلى
تطور تكاثري، وهذا النوع سميناه الهيلوكارك. أما في حالة الثالث، بعض الفطريات الشائعة في هذه المجموعة، فالتركيب الجسمي لا، هنا جزء من عنده راح يبقى يجمع أو يهتم بجمع المواد الغذائية، وجزء بسيط راح يتحول إلى تركيب تكاثري، وطبعا هالنوع نسميه الإيوكاربيك أو حقيقي الإثمار. نرجع على شغلة انه اما الثالث بالكامل في حالة احتواء على اشباه جذور، يعني الثالث والرايزويد اشباه الجذور كلها تكون في داخل خلية الهوست او العائل، فهذا نسميه الاندوبيوتيك، مثل عندنا جنس الدايبلوفلايتيك، او احيانا تبقى الحافظه السبوريه تبقى على سطح العائل، وفقط اشباه الجذور هي اللي تمتد وتدخل داخل خليه العائل، بالتالي هذا نسميه الايبيبايوتيك، كما في جنس الرايزولفلايديوم. واكو عندنا بعض الفطريات النوعين موجوده بيها، يعني ممكن نشوفها بعض الاحيان الفطر كاملا هو الرايزويد في داخل خلية العائل، واحيانا لا نشوف بس الرايزويد فقط تكون في داخل خلية العائل، وتبقى العلبة السبورية او السبورانجيوسبورة تبقى خارج خلية العائل، كما في جنس الفايزوديرما، هذا الجنس موجودة بالنوعين او الحالتين. هاي يا طلاب الرسم التوضيحي حتى تفهمون اكثر. هنا عندنا الهيلوكاربيك، هذا الهيلوكاربيك انه الجسم او الطور الخضري بالكامل يتحول الى طور تكاثري، بينما الايوكاربيك لا، هنا تشوفون الحالة اللي قلنا عليها الاندوبيوتيك، انه جسم الفطر مع اشباه الجذور بالكامل وين يكون بداخل خلية العائل، او الايبيبيوتيك لا، اشباه الجذور هي اللي تكون بداخل الخلية ويبقى جسم الفطر خارج سطح خلية العائل. اكو حالة اخرى او مصطلحات اخرى يعني ارجو الانتباه عليها، انه هنا المجموعة يعني الخلية واشباه الجذور اللي تحتويها بعد ان تنضج تكون لي حافظة سبورية واحدة، هاي الحالة نسميها المونوسنتريك او وحيدة المركز، يعني فقط حافظة سبورية، الفطر يكون لي حافظة سبورية واحدة مع اشباه جذور، فهذا نسميه المونوسنتريك. اما اكو مجاميع فطرية اخرى نشوف لا، هنا اشباه الجذور تظهر عليها عدة حوافظ، مثل ما تشوفون بهذا الرسم، يعني عندي هاي اشباه الجذور، تشوفون هاي، نشوف انتي عدة حوافظ، عدة حوافظ سبورية، فهاي الحالة نسميها البوني سنتريك او متعددة المراكز. بهالحالة الفطر نسميه او الغزل نسميه الغزل الفطري الجذري او الرايزومايسيليوم، يعني غزل فطري بعدة اشباه جذور وبعدة حوافظ، فهنا راح نسميه الرايزومايسيليوم. الحافظة السبورية هنا اللي يكون شكلها اما كروي او يكون شكلها كمثري، تحمل الحافظة السبورانجيا سبورة تحمل في غلافها الخارجي تحمل عندنا هذه التيوب او حليمات صغيرة للانطلاق، وطبعا هاي التراكيب او هاي النبيبات تعتبر اساس من اسس التصنيف، يعني مهمه جدا بعمليه التصنيف، يستخدموها علماء التصنيف للتفريق بين الفطريات اللي تكون او تنضم لهاي المجموعه. فعندنا كتريديات او فطريات كتريديه عديمه الغطاء نسميها انوبيركولايت،
طبعا هاي النوع من الفطريات تعطي الحافظة الإسبورية أنبوب انطلاق يمتد إلى خارج خلية العائل، وبعدين النهاية مالته تصير جيلاتينية والذوب مختفية. يعني هذا هاي عندنا سبورانجيا أو السبورانجيوم. هذا عندنا التيوب، هو الديسشارج تيوب اللي من عنده. طلاب كل حاجة لما تبدي تنضج وتتكامل بعملية النضج وتبدي تريد تحرر السبورز، طبعا السبورز ايضا بداخل الحافظة تنضج وتتكامل، وعملية النضج السبورز راح يكبر بالحجم، بالتالي راح يسبب ضغط على جدران الحافظة السبورية. هذا الضغط لازم اكو مكان بالحافظة يكون ارق من الاماكن الاخرى، مكان في جدار الحافظة يكون رقيق، فعملية الضغط هاي اللي تولدها السبورز الموجودة في داخل السبورانجيوم راح تبدي هاي المنطقة الرقيقة الموجودة في جدار او غلاف السبورانجيوم راح تبدي تتمزق حتى تنطي مجال للسبورات انه تتحرر وتخرج الى الخارج. فهنا ميزة هاي الحافظات اللي تنتمي للفطريات الكتريدية انه تحتوي هذا التيوب او الديسشارج تيوب. هذا الديسشارج تيوب هو اللي تكون المنطقة الثنة الضعيفة هي اللي راح تتمزق وتسمح للسبورتس انه تنطلق الى الخارج. بعض الفطريات لما يتمزق هذا التيوبس يعني يكون المادة ما تكون جيلاتينية، فتبدأ تضمحل وتختفي بدون تكون بوابة أو فتح غطاء صغير ينفتح من عنده. فهاي النوعية من الفطريات نسميها النوبيركولايت أو عديمة الغطاء. لكن مجموعة أخرى نشوف الـ هذا الديسشارج تيوب ينفتح من جهة معينة، ونشوف الجهة الأخرى تكون تنفصل بهيئة قبعة أو غطاء، هذا القوس اللي تشوفوه قدامكم. زين، هذا الغطاء أو القوس نسميه أوبيركولايت أو أوبيركولاتيوم، وهنا الفطريات أو الكتريدات راح نسميها الأوبيركولايت أي الكتريدات الغطائية. هذا الغطاء أما يبقى ملتصق عند أحد الجوانب من الأنبوب، بنشوف راح ينطوي إلى الخارج ويبدي يسمح لزوسبورز أنه تتحرر أو تخرج إلى الخارج. طبعا هذا طبعا الهيلوكاربك اللي قلنا احنا، هذا الرسم التوضيحي يمكن اوضح من السابق. عندكم الهيلوكاربك انه جسم الفطر بالكامل يتحول الى وحدات تكاثرية، وفي حالة الايوكاربك المونوسنتريك اللي هو اشباه الجذور تحتوي على حافظة سبورية واحدة، اللي بي ايضا نوعين بالابيبايتك وبالاندوبايتك. الابيبايتك اللي هي فقط الرايزويد تكون في داخل جسم العائل، والاندوبايتك الاندوبايتك هي اللي يكون الفطر بالكامل يعني الحافظة السبورانجية والرايزويد هي تكون في داخل الفطر. الايوكاربك بوليسنتريك هذا مثل ما قلت لكم انه يكون عندي خيط فطري او مايسيليوم ويكون متعدد اشباه الجذور ومتعدد الحوافظ السبورانجية، يعني هاي عندكم سبورانجيوم هنا عندنا سبورانجيوم هنا ايضا واحدة اخرى، وهاي عندنا الرايزومايسيليوم اللي هو راح يكون الفطر هنا نسميه بشكل خيط فطري او غزل فطري جذري. العائلة او الفاميلي سانكتيرياسي اللي راح ناخذ عليها مثال فطر السانكتيريوم اندوبايوتيسيوم، اللي هذا الفطر فطر خطير، فطر اقتصادي مهم جدا لان يسبب لنا مرض خطير على نبات البطاطا اللي هو البلاك روت ديزيز، الثآليل السوداء على البطاطا. طبعا هذا الفطر ينتشر بالمناطق الزراعية
اللي تزرع بها البطاطا اللي تكون ذات المناخ الرطب البارد. نستدل على الفطر من خلال وجود مواد خضراء مصفرة موجودة على السيقان، وأيضا أعراض الظاهرة على الدرنات تكون بشكل ثآليل بنية قاتمة على الدرنات المصابة. الفطر من النوع المتطفل إجباريا obligate parasite. يوجد الجسم بالكامل، جسم الفطر الخضري بالكامل يكون موجود داخل نسيج العائل يعني endobiotic، ويكون بالتربة موجود بهيئة أبواغ ساكنة ريسسبور أو ريسسبورانجية أحادية النواة، لكن هنا تكون دايبلويد ثنائية المجموعة الكروموسومية. الحوافظ البوغية تنتظر طبعا في حال وجود الظروف الملائمة لنموها، راح تبدي تسوي الجيرمينيشن. وطبعا قبل الجيرمينيشن هنا بما انه هي 2N او ثنائية المجموعة الكروموسومية فلازم يصير بها مايوسيس، تسوي مايوسيس وبعدها بعد المايوسيس راح يصير عندي عدة انقسامات نووية غير مباشرة اللي هي مايتوسيس او انقسام خيطي. من صارت عندي انقسامات نووية اكيد السيتوبلازم راح يبدي يتجزأ، وكل جزء من هذا السيتوبلازم راح يضم لي نواة أحادية المجموعة الكروموسومية، وبعدها يتحول إلى زوسبورس أو بوغ متحرك. طبعا قلنا أنه ميزة الأبواغ بهاي المجموعة أنه تتحرك بواسطة صوت واحد خلفي من النوع الواي بلاش. تبدي تتحرر الأبواغ من الحافظة، تسبح فترة من الزمن، وبعدها توصل إلى درنات البطاطا الفتية. طبعا الفتية لازم هنا حتى تكون البشرة هنا رقيقة الأدمة، بالتالي سهل عملية الاختراق. تبدي تصيب الساق أو تصيب الدرنة، وبعدها تسحب الأصوات وتسوي إنساست تتكيس، وبعدها ينبت البوغ المتكيس، يكون نتو بروتوبلازمي صغير يخترق بشرة العائل مباشرة أو عن طريق الثغور. تبدأ تنتقل محتويات البوغ إلى داخل خلية العائل، طبعا تستقر في قاع الخلية، وتحاط المحتويات بغلاف من الكايتين، وبهالحالة لما تحيطنا في سبها الغلاف راح نسميها البروسورس أو البثرة الأولية أو ما يعرف بالبوغ الصيفي سمر سبور. هنا السمر سبور راح يبدي في داخل خلايا العائل يبدي يستاد بالحجم في قاع خلايا العائل، فيصبح كمثري الشكل، وتتحفز الخلايا المجاورة على الانقسام، يعني خلايا العائل كحالة دفاعية نتيجة لوجود هذا الكائن الغريب في داخل جسمه، فيجي إلى حالة دفاعية وهي أنه تتحفز خلايا أكبر بالحجم، وهذا الكبر ناتج عن شغلتين، أما تتحفز أنه تنقسم أكثر من اللازم، يعني الخلية خلية النبات أو خلية العائل تبدأ تصير بها عدة انقسامات، فهالحالة نسميها هايبربلاشيا، أو نفس هالخلية مجرد أنه تزداد بالحجم، التضخم ناتج عن زيادة حجم الخلية الواحدة، وهالحالة نسميها الهايبرتروفي. فأرجو أن تفرقون بين هالمصطلحين. فنشوف لذلك نشوف أو يظهر التورم على سطح الدرنة بشكل ثآليل قاتمة. أما البوغ الصيفي لما يبدأ ينبت داخل خلية العائل راح يكون بصل محاطة بغشاء رقيق، ينتقل السيتوبلازم والنواة، وتعاني النواة عدة انقسامات غير مباشرة، بعدها يتجزأ السيتوبلازم من 4 إلى 9 أجزاء بحيث يحتوي كل جزء على عدد من الأنوية. تغلف نفسها، يعني كل جزء من هاي الأجزاء يغلف نفسها بغشاء سيتوبلازمي حتى يكون لي حافظة بوغية أحادية المجموعة الكروموسومية. بهالحالة راح نسميها السورس أو البثرة.
تحيطنا بسبب جدار واحد مشترك وتبدي تمتص الماء حتى تتضخم في الحجم، فبهالحالة راح تسبب تمزق لجدار الخلية اللي تحتويها وتبدي تبرز البثرة إلى الخارج. البثرة اللي هي عبارة عن مجموعة من الحوافظ البوغية راح تبدي تبرز فوق سطح بشرة العائل وتنفجر وتتحرر الأبواغ المتحركة وتهاجم لدرنات جديدة. أما في حالة الظروف غير الملائمة، يعني لما تكون الظروف خصوصا قلة الرطوبة أو درجة الحرارة غير ملائمة، فهنا راح يتغير سلوك الأبواغ المتحركة، فراح تلجأ إلى sexual behavior. هنا راح تحصل عملية اقتران سايتوبلازمي يعني بلازموغامي، وبعدها يلحق الكاريوغامي حتى تتكون عندي الزايغوت أو البيضة المخصبة. طبعا هنا الزايغوت بما انه ناتج من جاميتين كلاهما متحرك وكل واحد من عندهم يحتوي على صوت واحد، فهنا اللاقحة او الزايغوت راح تكون متحركة بواسطة صوتين تسبح في التربة الرطبة الى ان توصل الى درنات البطاطا وتبدي تصيبها. اللاقحة تحيطنا في سبج دار سميك مشوك، طبعا بما انه ناتج عن السكشوال ريبروتكشن طلاب دائما اللاقحة تكون مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة، وهذا الجدار السميك المشوك يحتوي على خزين غذائي يساعدها على البقاء. يعني حتى ان ملقت او ما كانت الظروف ملائمة ممكن تبقى بشكل ريست سبورتس بالتربة، او اذا كانت الظروف ملائمة فتبدي تخترق او تكسر حالة الكمون مالتها وتبدي تخترق العائل النباتي. طبعا هنا الزايغوت الناتج من عملية السكتشوال نسميه بالبوغ الشتوي المقاوم، يعني اللي ناتج من عملية السكتشوال نسميه بالبوغ الصيفي، والبوغ الناتج من عملية السكتشوال نسميه بالبوغ الشتوي. هنا من قلت لكم من تتوفر الظروف راح يصير بها عدة انقسامات اختزالية باعتبارها 2N، لأنه كل واحد من الجبيتات 1N، فلما يصير الاقتران بين الأنوية راح يصير عندي راح تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، بالتالي هنا لازم يصير عندي مايوسيس حتى ترجع إلى طبيعتها وتبدي تخترق حتى تكون سبورات متحركة تسبح وتعيد دورة الحياة من جديد. وهذا الرسم حتى تكون واضحة عندكم الصورة أكثر، عندي الأسكتشوال سايكل اللي هي دورة الحياة اللاجنسية، هذا عندي سبور المتحرك بواسطة صوت واحد خلفي من النوع الواي بلاش يبدي يخترق الدرنة الواي البوتيتو تيوبر، والدرنة راح تبدي تستقر في داخل خلية العائل تبدي تتغذى ويتكامل نموها وتوصل الى مرحلة انه تكون تحيط نفسها بساتس وول. بعدها راح يتكون عندي الماجور سمر سبور اللي هو السبور الصيفي. السبور الصيفي ايضا يوصل الى مرحلة الروزيت اوف سيل او الخلية اللي تشبه الوردة. هنا راح يصير عندي جيرمينيتينج سمر سبور راح يبدي ينمو، من ينمو او يسوي جيرمينيشن هاي المرحلة نسميها البروسورس او البثرة الاولية. بعدها طبعا البثرة الاولية راح تكون لي زوسبورانجيوم، هاي عندي زوسبورانجيوم. الزوسبورانجيوم راح تبدي تكون لي السورس او البثرة، والبثرة في حالة إذا كان عندي الظروف ملائمة في الصيف فراح تتحول إلى سبورانجيا، والسبورانجيا تحتوي بداخلها على السوسبورس أو السبورات المتحركة. في حالة الظروف إذا كانت غير مؤاتية في الشتاء فهنا راح يلجأ الفطر إلى السلوك السكتشوال. هنا طبعا عندي جابيتانجيا نوعين من الحوافظ، واحدة من عندهم راح تنطيني الميل والأخرى تنطيني الفيميل، هاي الجابيتات راح تقترن
يصير عندي كونتاكت بيناتهم، تنحل الجدران اول ما ينتقل السيتوبلازم او يختلط. فهنا لما اختلط السيتوبلازم مرحلة البلازموغيمي، بعدها راح يصير عندي اقتران بين الانوية مثل ما تشوفون. هنا صار عندي الكاريوغيمي. طبعا احنا قلنا هنا اللاقحة راح تكون مصوتة بصوتين باعتبار كل صوت جاي عندي من جيميت. فهنا اللاقحة المصوتة بصوتين راح تبدي تخترق نسيج العائل. هنا هوس انفكشن يعني صار عندي اختراق لنسيج العائل. راح تمر داخل خلايا العائل تكون لي يونغ ريسينج سبورانجيوم، حافظة سبورية ساكنة، بعدها ماجور ريسينج سبورانجيوم اللي هي حافظة ساكنة ناضجة. ولما تكون طبعا الظروف مهيئة لعملية النمو راح يصير عندي مايوسيس، لان هنا هي ثنائية المجموعة الكروموسومية. هنا ريسينج سبورانجية و يعني صار عندي مايوسيس فصارت عندي هايبلويد. هنا سبورانجيا مودوسبور بريمورديا صارت عندي سبورانجيا تحتوي بداخلها على مجموعة من السبورات المتحركة، ولما تنضج السبورس راح تبدي الحافظة تفرغ محتوياتها، واللي هي عبارة عن زوسبور، وهاي الزوسبور راح تبدي تخترق مرة أخرى البوتيتا تيوبر. لهنا تكون هالشعبة انتهت. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وأتمنى لكم كل التوفيق.